من دبي محللة أول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا لينا من جديد. إذا بداية، تأثر الدولار وحالة من الترقب لبيانات الشركات تؤثر على مسار أداء مؤشر الدولار وتعاملاته مقابل العملات الرئيسية، كيف تصفين أداء الدولار خلال تعاملات هذا الأسبوع وما متوقع خلال نهاية تعاملات هذا الأسبوع؟ أهلا بك. بالفعل مؤشر الدولار الأمريكي شهدنا الارتفاعات عليه، لكن شهد بعض الانخفاض اليوم، وذلك بسبب التوجه نحو الأصول ذات المخاطر العالية كالأسهم. فنتائج أعمال الشركات هي تؤثر بشكل إيجابي على أسواق الأسهم. جاءت النتائج عموما إيجابية على نتائج أعمال الشركات الأمريكية رغم نتائج مخيبة للآمال من بعض الشركات نتفليكس، ولكن عموما جونسون أند جونسون، تسلا حققت أرباح، وأيضا بعض أداء من القطاع البنكي حقق نتائج فوق التوقعات، وبالتالي عم نشوف مؤشرات الأسهم الأمريكية عم تحقق ارتفاعات، وبالتالي الدولار الأمريكي هون ابتعاد عن عملة الملاذ الآمن كالدولار الأمريكي، لأن في حال كانت الأسهم قوية فهذا بيضعف من الدولار الأمريكي. لكن عموما الدولار الأمريكي على ارتفاع نتيجة التوقعات ما زالت برفع أسعار فائدة، التضخم مرتفع بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، عم تزداد التوقعات، نحن بنتحدث من 2.50 ل 2.75% أن يتم رفع أسعار الفائدة في هذا العام. أيضا رح يستفيد الدولار الأمريكي من عملية تباطؤ الاقتصاد العالمي، هناك توقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي ب 3.16%، الاقتصاد الصيني تباطأ ب 4.14% دون التوقعات، وبالتالي كعملة ملاذ آمن يستفيد من هذا التباطؤ الاقتصادي. ما زالت يعني نتوقع الاتجاه صاعد، ما زال قائم على مؤشر الدولار الأمريكي في ظل تلك المعطيات والتوقعات بتشديد السياسة النقدية وعدد مرات الرفع من قبل الاحتياطي الفيدرالي. لا ننسى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بالفعل على التباطؤ الاقتصادي وجعلت الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ، وخاصة أن صندوق النقد الدولي أيضا عم بيخفض توقعاته لعام 2023، وبالتالي هذا عم بيخلي التضخم يرتفع بشكل كبير، فبالتالي الدولار رح يستفيد من تجديد السياسة النقدية. نعم، تجديد السياسة النقدية واستفادة الدولار. بالأمس كان هنالك بعض التصريحات من المركز الأوروبي حول يعني نيته لرفع أسعار الفائدة وتوقعها في تموز المقبل، كيف أثر ذلك على معنويات المتعاملين في اليورو وأيضا على أداء اليورو في الأسواق؟ نعم، بالفعل اليورو عم نشهد كنا كيف تراجعات، ووصل لتراجعات شهدناها أمس مايو 2020، لكن عاد عم نشوف بعض الارتفاعات، وهذا ذلك كما ذكرت بتوقعات انه البنك المركزي الاوروبي قد يكون مجبرا على رفع اسعار الفائده. نتحدث عن التضخم مرتفع في منطقه اليورو، لكن سوف يشهد برايي اليورو حالة من التذبذب في هذه الفترة، أتوقع بعض الارتفاع لكن على المدى القصير، لكن على المدى المتوسط والطويل فما زال الضعف قائم على اليورو، لأن لا ننسى أن التوترات الروسية الأوكرانية ما زالت موجودة في منطقة اليورو، رح يكون تأثيرها سلبي على اقتصاد منطقة اليورو، فهذا سوف يتسبب بتباطؤ الاقتصاد. فعلى البنك المركزي الأوروبي، هل سيكون فعلا مجبر برفع أسعار فائدة نتيجة ارتفاع التضخم اللي صار بشكل كبير نتيجة الأزمة السياسية الأوكرانية الروسية؟ فالتوقعات ما زالت ضعيفة على اليورو على المدى المتوسط والطويل، فما زالت ضعف، ولا أستبعد بعض الارتفاعات على اليورو في المدى القصير نتيجة إثر التصريحات. نعم. وإلى ما ستؤول إليه أيضا الانتخابات أيضا الرئاسية في فرنسا. نعم، يعني هذا الضعف في أداء اليورو يأخذنا بالحديث مباشرة عن أداء الملاذات الآمنة من العملات. لاحظنا التراجع في الفرنك السويسري، أيضا يعني الدولار يرتفع مقابل الين إلى مستويات كبيرة، ما أسباب يعني أو الضغوط التي تضع هذه العملات لتذهب نحو الانخفاض؟ نعم، بالفعل عم نشوف الين الياباني، نحن عم نشوف الدولار مقابل الين عند 128، وصل خلال اليومين السابقين لمستويات 130. هذا الضعف اللي عم نشاهده على الين الياباني هو اتساع الفجوة، خاصة او ايضا بالنسبة للفرنك السويسري هو ايضا اتساع الفجوة بين عوائد السندات اليابانية وعوائد السندات الامريكية، لاجل 10 سنوات عم تصب لصالح عوائد السندات الامريكية، فروقات التوقع
التوقعات بالنسبة للبنوك، البنك المركزي الياباني والبنك المركزي السويسري ما زال هناك مستمر بسياسته التحفيزية. إذا نظرنا إلى سويسرا من تحدث عن التضخم 2.14% مرتفع، لكن ليس بالارتفاع بشكل خطورة أو بشكل كبير كغيره من التضخم في بريطانيا، في منطقة اليورو، في الولايات المتحدة الأمريكية التضخم 0.19%. مثلا في اليابان التضخم يعد ضعيف في اليابان. فسويسرا إذا نظرنا إلى أسعار فائدة ما زالت سلبية بالماينس 7.15%. فالتوقعات ما زالت أنه رح يستمر بسياسة التحفيزية، وهذا عم بيسبب الضعف سواء في على الفرنك السويسري وأيضا على الين الياباني. لا أستبعد أنه يكون بعض الارتفاعات الشاهدة على الين الياباني بهذه الفترة، بعض التذبذبات سواء على الفرنك السويسري والين الياباني، لكن ما زال هناك ضعف على المدى المتوسط والطويل لهذه العملات، لأن هم مرتبطين بالدولار الأمريكي، فهذا شوي بيخلي أنه بعض إذا كان هناك بعض ضعف على مؤشر الدولار الأمريكي نشوف العملات المرتبطة فيه نشوفها بعض الضعف. أيضا دولار أسترالي دولار نيوزيلندي راح يتأثروا كثير بتباطؤ الاقتصاد العالمي، ممكن نشوف بعض الضعف في هذه الفترة. نعم، محللة أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.